أزمة جديدة كان بطلها الملحن حلمي بكر وشغلت الوسط الفني الأسبوع اللي فات، وده بسبب هجومه على المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية واللي تضامن معاه عدد كبير جدا من نجوم الفن والجمهور وطبعا السوشيال ميديا. وبدأت الأزمة لما هاجم الملحن حلمي بكر المطرب أحمد عدوية في أحد البرامج وطالب بمنعه من الغنى نهائيا سواء في الحفلات أو أماكن السهر الخاصة وحتى كمان في برامج التلفزيون. وختم بكر كلامه عن عدوية وقال: أنا هبطل المهنة دي وكل اللي اتعلمته هرميه في الزبالة وهشتغل تمرجي لو نجح ألبوم عدوية. واتفق كمان مع حلمي بكر في نفس الرأي الموسيقار هاني مهنا، وقال بلاش عدوية يعيد أغانيه القديمة حفاظا على تاريخه الكبير، وقال كمان ان ده مش بيقلل من قدر وقيمة عدوية لكن الكلام ده في صالحه. لكن عدد كبير من نجوم الفن كان ليهم رأي تاني، واولهم كان الفنان حمادة هلال واللي قطع اجازة سفره وقام بزيارة الفنان احمد عدوية، وقال: عدوية نجم كبير وبعتبره والدي، وانا اكلت في بيته وعيش وملح وزعله اثر فيا جدا، وان شاء الله ألبومه هيكسر الدنيا. احنا كلنا جايين نفرح بيك، وكل الناس دي ما صدقت والله العظيم يا عم احمد عايزه تيجي تفرح بيك وبتحبك وكل الناس. الله يخليك يا حمد. ولدت يا عين الاحباب، قالوا كفايه كفايه، مين حيرد؟ القمر مسافر والصار مسافر وفرحه مسافره، حتى الحب مسافر، كل الناس مسافره وهي قريبه. ووجه كمان المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم رساله هاجم فيها الموسيقار حلمي بكر، وقال له: عيب عليك يا عم حلمي تقول كده، وما ينفعش وما يصحش، انت اكبر منه في السن وما تقعد انت الاول في البيت، خصوصا وان صوتك مش حلو، مع العلم ان الملحن لازم يكون صوته جميل. عم وائل يقول لعم حلمي بكر: اقعد انت الاول عشان انت اكبر من احمد عدويه، عشان عدويه طول ما هو عايش هيشتغل، وطول ما الواحد بيقدر يغني هيغني. انت مفروض اكبر مننا تقعد ما تشتغلش وما تتكلمش على حد. وسندت الفنانه الكبيره انغام احمد عدويه ودعمته وكتبت على تويتر: عمي احمد عدويه غني كل يوم واملى الدنيا غنى، وكفايه احساسك علينا، ربنا يخليك لمصر والكل اللي بيحبوك وانا منهم. اما الفنان صلاح عبد الله فدعم الفنان الكبير احمد عدويه وشكر زوجته اللي وقفت معاه، وكتب له رساله على تويتر وقال له فيها: أحمد عدوية بحبك، استمر لا تتوقف، أنت مصدر طاقة إيجابية للجميع بإصرارك وحبك للغناء والحياة، زوجة أحمد عدوية هكذا تكون شريكة الحياة. وتضامن الفنان مجد القاسم مع عدوية ووجه له رسالة قال له فيها: صديقي وحبيبي الفنان الكبير أحمد عدوية، لو حتى بقى عندك 100 سنة هتفضل رمز الأغنية الشعبية، وهتفضل أفضل وأجمل من غنى الموالي المصري الأصيل. وبعد كده قدم الموسيقار حلمي بكر اعتذار على الهواء مع الإعلامي والإبراشي، وقال ان عدويه فهم كلامي غلط، وقال كمان ما طلبتش منه انه ما يغنيش، لكن انا عاوزه يغني اغاني جديده تليق بالمرحله الجديده. وقال كمان: ارجع يا عدويه لان ليك محبين ومعجبين بالطوابير وكلهم غلطوا فيا، ولو قلت لك بطل تغني ابقى انا قليل الادب، حقك عليا يا احمد، والاغنيه اللي جايه هتكون هديه مني ليك.